المهرجان في البداية كنا متخوفين جدا من فكرة الإقبال على هذا النوع من الفن المسرحي، لأن فن التمثيل الصامت فن صعب جدا، في موضوعات مختلفة، فإن فرقة وبدون إنتاج ويمكن عدد كبير قوي لم يدرب بشكل محترف على هذا النوع من الفنون إن هو يتقدم ويشارك في المهرجان. لكن اتفاجئنا من الدورة الأولى بعدد كبير من الفرق، وأقدر أقول إن في بعض منهم محترفين. يعني خطوة جميلة جدا ان يخلوا الشباب يفكر ويبحث ويحاول يبتكر ويحاول يقدم للجمهور اشياء بدون صوت، وبعد كده اذا تعلموا البانتومايم هيقدموا عروض بانتومايم كويسه قوي. العرض بتاعنا احنا عباره عن نجار بيبقى رايح يفتح المحل بتاعه ويقف ويشتغل عادي، يعني بتبقى في اصابه عمل عادي بتحصل لاي عامل بس، فبيبتدي يكلم الدكتور يجي يعالجه. عامه بقى الدكاتره بتوع مصر ما بيعملوش الحاجه المطلوبه بس، فبيجي يشوف صباعه يروح يقول له يدي له حقنه المفروض صباعه وجعه، فبيعمل له حاجه تانية، يجي يقول له امسك صباعي فافتح بقي فيشوف سناني مسوسه يحب يعمل له حاجه تانية، بس ده العادي اصلا في في الدكاتره بتوعنا. العرض بتاع النهارده ده كان بيتكلم عن قضايا التحرش، وعن اللي دايما المجتمع جايب اللود كله على البنت سواء بشكلها او بلبسها او شعرها او اي حاجه فيها. يعني كل رسالتي النهارده كانت عن البنت او للبنت بمعنى اصح، ان هي ما تحاولش تغير من نفسها لا من شكلها ولا من لبسها، ولا هي ربنا خلقها كده بجسمها ده، فهتودي فين يعني؟ فمستحيل ان هي تشيل حاجه او تخبي حاجه زياده عن اللزوم. التمثيل الصامت اصعب من التمثيل العادي، يعني بيوصلك المعلومه اللي انت عايز توصلها لك من غير ادوات. عرض الصامت اللي كان التاني ضحكني طبعا شويه، على الرغم ان هو ما كانش فيه كلام خالص طبعا، بس ضحكني كتير. والعرض التالت عيطني اللي هو كان بتاع يوم في حياه انثى تقريبا، ده كان مؤثر جدا. يعني كنت مستنيه ان انا اشوفه ان يبقى فيه اهتمام اكتر من يعني من المسؤولين عامه للمهرجان زي ده، لان هو كمسرح حلو جدا وهيفيد الاطفال وهيفيد جميع الاعمار. واي حاجه دايما بتبتدي صغيره زي البذره، احنا بنحط البذره في الارض كده بتطلع زرعه، فهي نفس الفكره بالظبط. احنا بنعمل مبادره صغيره اللي هو البانتوان بيبدا في المسارح، وحاجه صغيره وزي ما انتوا جيتوا صورتوا النهارده برده هتيجوا المره الجايه، فانتوا هتدعوا اكتر البانتوان ينتشر اكتر، فالمسج هيوصل اكبر ويبقى عالمي. رجعنا لكم مع فن المايم. فن المايم زي ما قلت كده بقى فن قائم بذاته، هو طبعا اي فن في الدنيا حتى التمثيل العادي في مايم، الباليه في مايم، بس بيبقى اسمه فن مساعد، لكن المايم دلوقتي بقى فن قائم بذاته، له نظرياته وله قواعده. ومعانا اربعه من فنانين المايم اللي يعني هيساعدونا وهيمثلوا لنا وهنعمل كل الحاجات اللي هنعرف من خلالها ايه هو فن المايم. معايا مريم رضا على اليمين، اهلا وسهلا. كاتبين لي والله مريم رضا. مريم خلاص خليها مريم. ومعايا الاستاذ مصطفى حسين، اهلا وسهلا. معايا شيتوس، الاثنين اللي على الشمال دول كوره، فانا مش حاسس مش هغلط فيهم، شيتوس واحمد حسن صح؟ تمام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت ايه بقى اللي خلاكي كل الناس بتمثل وتتكلم؟ ايه اللي دخلها في دماغك تمثلي مايم من غير ما تتكلمي خالص؟ ايه اللي حببك في الفن ده اصلا؟ هو فن صعب جدا، ايه اللي حببك فيه؟ هو انا بمثل مسرح من وانا صغيره. تمام. بس تمثيل بانتومايم شدني ليه ان هو تفاصيله اكتر،
الخيال فيه مفتوح اكتر. دماغي كرياتيف. وانت صغيره ايه؟ انت دلوقتي صغيره. انت صغيره قد ايه بالظبط؟ انا عندي 22 سنه اصلا. والله ده شكلك صغير عن 22 كمان. لا يعني هو انا من ايام المدرسه كنت بمثل. تمام. بس هو البانتومايم لما دخلت الكليه. ده انت كليه انت في كليه انا خريجه فنون تطبيقيه دفعه السنه دي. كويس. ايه علاقه بقى البانتومايم بفنون تطبيقيه؟ هل في كان عندكم فرقه مسرح هناك؟ لا هو انا كنت مدارس فرنسي وكنت بمثل مسرح في مسرح المدرسه. تمام. وكنت بلعب باليه. وبعدين لما خلصت مدرسه بدات ادور على فرق ان انا اشتغل مسرح. انا نشيطه اصلا في مجال الفني عامه، يعني اي حاجه فيها فن انا موجوده فيها. كويس. بس فلما عرفت بعد كده، يعني اول عرض اشتغلته كان في الكليه كان بانتومايم، لقيت دماغي كرياتيف اكتر في دماغك خلاقه اكتر. أيوة. عشان كرياتيف دي مش هيعرفوها، يعني دماغك خلاقه اكتر. ايوه تمام. كانت بتطلع افكار وتفاصيل اكتر من عرض المسرح. من انك تتكلمي انا بحب التمثيل عامه، يعني ما هو طبعا بس دي درجه يعني اصعب من التمثيل العادي اللي بتعبري بيه بالكلام، انك بتعبري من غير ما تتكلمي. يعني البانتومايم ممتع، يعني تمثيله ممتع بالنسبه لي. حاساه خفيف جدا على قلبي اكتر من اي حاجه تانية. ده هو حبك كدا. فيه حبك فيه. طب انتوا فرقه عموما ولا كل واحد لوحده؟ فرقه. انتوا مشيتوا فرقه؟ يعني احنا فرقه واحده. العرض ده كان طالع نتاج فرقه واحده. اوكي. بس انا بتنطط يعني. طيب من هنا لهنا مصطفى، انتوا البانتومايم في فرق للبانتومايم معروفه؟ طبعا. واحنا اللي مش عارفينها او يعني ما فيش تسليط ضوء عليها. ده حقيقي. طب قول لي بقى ايه بقى الفرقه دي قد ايه؟ وهل وانت بتمثل بانتومايم بتمثل في عروض ثانيه ولا بس بانتومايم؟ مبدئيا قاعد معاك هنا دلوقتي ثلاث فرق من فرق البانتومايم. والله طب قول لي. يعني في احمد حسن فرقه اهو. في فرقه بانتومايم اسمها ايه الفرقه؟ فرقه فانتازيا. فانتازيا. فرقه فانتازيا المسرحيه. تمام. اوكي. من ضمنها البانتومايم. وشيتوس ومريم. روبابيكيا. روبابيكيا. ومصطفى. فرقه ملامح. ملامح. طيب. هل الفرقة دي كل فرقة بتقدم؟ انت ليك كام واحد زميلك في الفرقة؟ احنا اصل احنا بس يعني حاجة مختلفة، احنا فرقتنا احنا شغالين من حوالي 2005 او 2004. تمام. شغالين على المايم. الفرقة واصلة قوامها عندنا حوالي 15 فرد او حاجة او اكتر كمان. اوكي. ممثلين ومخرجين كمان يعني. اوكي. طب عايز اسألك سؤال، الفرقة دي فرقة خاصة؟ يعني انتوا بتصرفوا على العروض، انتوا اللي بتعملوا مش عارف ايه؟ احنا بنعمل كل حاجه، واحيانا بندور على دعم من اي مكان، يعني بنشوف جهات الدعم اللي ممكن تدعمنا ايه. يا اما بنصرف على العرض وبعد كده بنجيب بنشوفها بعد كده من جهات الدعم. طب بتعرضوا فين؟ على حسب الفرص الموجوده، يعني في مهرجان السائل المايم ده. ده بيتعمل بقاله 10 سنين. كويس. ده يعتبر المهرجان الوحيد في الوطن العربي. وهو بدايه كويسه جدا لاي فرقه مايم عايزه تبتدي. كويس جدا انها تخش وتشوف الناس اللي حواليها وتشوف العروض وتعرف تقارن بين. طبعا. تمام. بس دلوقتي كمان في اماكن ثانيه بدانا نعافر فيها، يعني مثلا عندي في الفرقه احنا بدانا نعرض في موسم الفنون المستقله بقالنا اكتر من خمس ست سنين. تمام. وبناخد كمان جوه جوائز، يعني واخدين جايز يعني على مدار سنتين واخدين جايزتين دعم موسم الفنون المستقله. وبقالنا دعم من ايه؟ من وزاره الثقافه؟ وبقالنا السنه اللي فاتت والسنه دي احنا الدعم ده قد ايه؟ معلش بس عشان لا ده بيبقى حاجه بسيطه طبعا. ما انا عايز اعرف بس عشان يعني احنا لما تبقى الدعم نقول ان الدعم ده قليل. يعني مثلا جائزه الدعم في موسم الفنون المستقله 5000 جنيه. نبي والنبي عيب، يعني لما تبقى وزاره الثقافه بجلاله قدرها لما بتعمل مؤتمر وتجيب فيه جاتوهات وكده بتكلف اكتر من 5000 جنيه، وناس فنانين تدوم 5000 جنيه، يعني انا بتهيألي الدكتور جابر عصفور مثقف كبير مش هيرضى باللي اتعمل ده. يعني اعتقد هو بيحاول كمان دلوقتي. انا اعتقد كده يعني. اتفضل. بس وفي كمان بقى لنا سنتين بندخل المهرجان القومي للمسرح. ودي يعني قعدنا نعافر عشان نوصل للطفله دي، ان في عرض مايم جوه المهرجان القومي. وانت عارف انت بتفكرني بايه؟ انت بتفكرني زي ما يكون فن مش معترف بيه وانتوا بتحاولوا تخلوا الناس يعترفوا بيه. لا ده انا قلتها السنه اللي فاتت وانا باخد احنا خدنا جائزه في المهرجان القومي للمسرح السنه اللي فاتت. ايوه. قلتها السنه اللي فاتت على المنصه. ايوه. قلت لهم يعني انا هعتبر ان الجائزه دي اول اعتراف رسمي لينا بفن البانتومايم في الدوله. يعني غريبه قوي يعني ليه كده يا احمد؟ انت وجهه نظرك يعني ليه الدوله ده فن عظيم وفن معروف
بره وفن صعب جدا وانتوا زي ما يعني انت راجل بتضحي بانك انت تقدر تشتغل في التلفزيون وتشتغل انك انت ممثل فانت عشان تسيب كل ده وتشتغل بانتومايم ليه مش شايف ان الدوله مش مديه حقها للمده هل مالوش جمهور مثلا؟ انا شايف ان هو ليه جمهور وجمهوره يعني جمهوره اكتر بكتير كمان من الجمهور العادي يعني دمان. يكفي كمان فكره جمهور الاطفال لان انا شايف ان اساسا يعني دول اهم جمهور تمام لان ده جمهور اللي بيبقى فاتح مخه معانا وفاتح خياله معانا ممكن يطير معانا في اي حته تمام لكن الفكره بكل بساطه ان الدوله مقسمه العروض باحجامها باحجامها تمام موافق فبكل بساطه لما يبقى عرض المايم عرض المايم ممكن يكون قايم على شخص ممكن يكون قايم على 15 بني ادم بس ده ليك شطات ليك اهو وانت بتعمل مايم يعني يعني انت كل ما كترت الفرقه وبتاع يبقى عايز تتفرج على نفسك نتفرج ما عندناش مشاكل خالص يعني لا يعني انت شايف من وجهه نظرك ان التقييم بالكم مش بالكيف مش بالكيف مش كده؟ ففكره ان هو هما شايفين عروض بانتومايم الناس ما بتتكلمش بتقعد تعمل كده اهو خلاص بتاع ايه ده يعني هيحتاجوا فلوس على ايه ده؟ حتى ما تتعبش صوتك ما عندهمش ديكور يعني ما عندهمش ديكور هيحتاجوا ايه؟ هي الفكره بكل بساطه ان هما بيتعاملوا معاه كده بيتعاملوا معاه لان هو فان يتيم ملوش اب وام اللي هو ملوش يعني حتى الجايزه ما في يقول لك ما فيش جايزه سونوغرافي ما فيش جايزه سونوغرافي ازاي؟ يعني احنا اكتر ناس بنستخدم مساحه المسرح بالاضاءه والحركه والاضاءه ديكورنا احنا ديكورنا انت بتعبر من غير ما تتكلم فمحتاج اضاءه ومحتاج حركه ومحتاج ديكور فكل ده كل ده هما بيصغروا الفن وبيقللوا من قيمته وبيشوفوه حاجه اقل من الاشياء الاخرى اقل من الاشياء الاخرى شيتوس سبت الاهلي اللي هي شيتوس من طب قول لي يا شيتوس الفن المايم بره هل يعني له معاهد وله دراسات وله اعتراف غير هنا ولا نفس اللي بيحصل هنا بيحصل بره هو انا ما شفتش بس يعني اكيد سمعت بره في مدارس للميم في مسارح مخصصه للميم تمام يعني في لو حتى بنشوف احنا يعني احنا بنتعلم عن طريق اليوتيوب تمام فلو شفنا على اليوتيوب هنلاقي ان هم واصلين لاكثر احترافيه عننا ان احنا مثلا بنشوف هنا احنا بنعمل عروض للاطفال هناك بيعملوا عروضهم في الشارع تمام اللي هو ممكن انت بتبقى معدي بتلاقي عرض ميم في الشارع طب وايه المانع انك تعمل عرض في الشارع يعني انا استضفت ناس هنا بيعزفوا وكانوا متخوفين من الفكره حد معاه يعني آلة ايقاع حد معاه مش عارف ايه ونزلوا عزفوا والناس استقبلتهم استقبال هايل في مصر يعني في حتى ما راحوا اساسا للمناطق اللي هي القاهره القديمه عشان ما فيها سياح واخدين على الحاجات دي فلو هل حد هل جربتوا مصر مثلا ان انتوا تنزلوا الشارع؟ انا عرضت انا ومريم عرض عروسه خشب اللي هو كان في الساقيه النهارده عرضناه في المترو تمام محطه المترو بس ده بيبقى محتاج تصاريح من الدوله ماشي اوكي جبنا التصاريح رد فعل الناس لا رد فعل الناس احسن بكتير من المسرح بجد بجد لان انت بتعرض جمهور الشارع اللي هو اصلا يعني راجع من شغله رايح يجيب حاجه فشاف حاجه جديده في الشارع عنده وبيقعد يتفرج عليها ويعني رد انا مبسوط ان ده رد فعل الناس ده معنى كده ان الناس عندها الوعي ان ما حدش ان انت تقف وتمثل فالناس تشجعك يعني ده شعب فنان في حد ذاته يعني مش كده ولا ايه؟ صح؟ صح عملت ايه لما قولي لي كده في المترو التجربه كانت عامله ازاي؟ يعني ما كسفتيش ان انت تقف فجاه كده قصاد الناس وتبتدي تعملي شو؟ لا ده انا مبسوط من شجاعتك بس مش اي حد عنده الشجاعه دي على فكره. احكي لي التجربه. هو انا الحاجه الوحيده اللي كانت مخوفاني انا في العرض برقص باليه. تمام. اللي كان مخوفني ان ثقافة الشعب دلوقتي ما بقتش ثقافة ان حد يروح يتفرج على حد بيرقص باليه موافق بس احنا متخيلين كده خلينا نقول يعني انت متخيلة ان دي من ثقافة الشعب لكن لما رقصت حصل ايه لما رقصت انا يعني هو انا من جوايا كنت خايفة ان رد الفعل موافق بس لما رقصت ولقيت الناس متجاوبة وبعد العرض الناس كلها جايين يتكلموا معانا ويقولوا لنا حلو ومبسوطين و استمروا على كده وكملوا مبسوطين جدا ده دليل ان احنا فاهمين الناس غلط مش كده يعني فاهمين الشعب غلط بجد والله او احنا بنحط احكام مسبقه على الناس وهي مش حقيقيه مش كده يا مصطفى بس اهم حاجه بس في فكره ان احنا بنحكم على الناس او بنحكمش على الناس فكره ان احنا نلعب في الشارع دي ماشي الناس بتتقبل ده كويس قوي انا على فكره رحت لعبت انا عشان خد الفكره دي رحنا لعبنا في
مع مؤسسه، رحت لعبت كلاون مع مؤسسه اسمها مؤسسه مهرجين بلا حدود، مؤسسه كلاون فرنسيه كبيره جدا. كويس. ولعبنا كلاون شارع وفي اماكن عشوائيه، يعني نزلنا اسطبل عنتر. كويس. الولاد كانوا بيتفرجوا، يعني الناس المؤسسه الفرنسيه كانت بتعمل عروض هنا وانت اشتغلت معاها. مضيت معاهم العقد ان انا اعمل معاهم كلاون شارع وفي اماكن عشوائيه. تمام. في اماكن معينه. اوكي. فكنا نطلع مثلا منطقه زي منطقه اسطبل عنتر فوق الجبل، يعني حضرتك كانوا الولاد بيتفرجوا علينا. وكانوا مصطادين عقارب من الزباله. بيتفرجوا علينا يعني لو عملنا حاجه ما عجبتهمش والله اعلم ممكن يحصل فينا ايه. لكن عجبتهم الحمد لله. يعني الحمد لله. بس انا عندي اشكاليه شويه صغيره. فكره ان انا العب ماين في الشارع، خاصه ان انا يعني بقى لي فتره كبيره جدا، يعني انا الفرقه مبهدلين في الموضوع ده. فكره ان انا يهمني الاول ان الناس تعترف بيا ان انا مسرح. تمام. وبعد كده العب شارع زي ما انا عاوز. لا انا موافقك على فكره. انا بس احنا مسرح في الاول وفي الاخر. انا بحاول اقول على فكره المسرح نفسه بنزل يعرض في الشارع، بعمل مسرح القهوه وبعمل، يعني ده ليس تقليل من فن. انا بحاول اقول هل الجمهور المصري العادي يتقبل ولا ما تقبلش؟ يتقبل ده كويس. بس هو ده اللي انا بسال عليه، مش ده مش تقليل. لا لا لا, لا خالص، انا مش بتكلم ان هو تقليل، انا بقول لا يتقبل ده كويس جدا. بس هي الازمه زي ما احمد قال من شويه ان الجهات الداعمه، ومش عاوز اقول ان مثقفين البلد بيتعاملوا معانا ان يعني عرض مايم زي ما حد يجي يقول لي كده الكلمه المشهوره اللي بتتقال لنا وبتضايقنا جدا، انت بتلعب مايم؟ طب ما تعمل لي حته مايم. يا لهوي. ايه الجمله دي؟ اعمل لي حته، قول لي نكته، يعني زي ما نجيب ممثل كوميديان فتقول له مش انت كوميديان، قول لي نكته. ما هي نفس المحطه. يعني مفيش فرق بيني وبين الولد اللي بيقول. لا بس انا عايزك تاخد الموضوع بدون حساسيه، لان انت واضح كمان ان انت حساس. هو في الاول وفي الاخر، لان انا بعد شويه هقول له اعمل لنا حته مايم. خد الموضوع ببساطه، لان انت بتعمل لي حاجه بتبهجني، وانت بتعمل حاجه انا ما اعرفش اعملها. يعني انا ما اعرفش اعبر ان انا اتكلم، لو قلت لي دلوقتي اعمل لي بتاع مش هعرف. انا شايف من وجهه نظري وانا بقول لك اعملها لي، ان انت بتعمل حاجه صعبه ما حدش عارف يعملها غيرك، فليه بتاخدها على ان حد بيقول لا؟ يعني خد المسائل ببساطه. يعني لا لا بجد انا بتكلم جد. انت لا انت اكيد فخور باللي بتعمله، فما عندكش مشكله ان انت تعمله. اللي هسالك سؤال شيتوس، لا احمد حسن، انا اسف. احمد المايم بتالف له؟ يعني في حد بيكتب لك، ولا انت كل واحد بيالف العرض اللي بيعمله، ولا ايه بالظبط؟ هو انا ونوران خالد فرقه فانتازيا بنبتدي العرض. انتوا اتنين بس؟ لا هو احنا الاثنين بنبتدي مع بعض العرض دايما. اوكي. لكن انتوا كذا يعني؟ احنا فرقه، لكن الفكره كلها ان انا وهي اللي بنخرج العروض دايما. تمام. علشان خاطر احنا ابتدينا مع بعض كشراكه مع بعض. اوكي. فبنبتدي الفكره من الاول، احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نوصل ايه للناس؟ تمام. اللي هو زي ما يقولوا كده ايه، اول حاجه بنبتكرها في المايم احنا عايزين نقول لهم ايه. تمام. ما تشربش، اشرب لبن الصبح، اعمل اي حاجه، المسج او الرساله اللي عايز تقولها. بعد كده باقي الحاجات بتبقى الفكره. مقدمه وسط ونهايه، فكره بسيطه. تمام. جدا. ونبتدي ان احنا نشتغل عليها واحده واحده، احنا اللي بنشتغل عليها بايدينا، وبنالف كل حته احنا الاثنين، وبنقول هنوصل بيها لفين. هي بتبقى مش سكريبت نفس. ماشي. ارتجال تعتبر ان احنا انا دلوقتي هسلم عليك، اهلا وسهلا، ازيك، عامل ايه؟ بعد كده طب المفروض ان انا دلوقتي طب هل ده مش قابل ان انت تكتبه وبعدين تعمله مايم؟ ما احنا بنكتبه فعليا، الكتابه ده اللي انا عايز اقوله. هتكتبه؟ بس هي الفكره كلها ان عشان تكتبه سكريبت حتى عشان يبقى جايد لاين، يعني تبقى انت عارف بس 1 2 3 4 كده يعني. هو بيبقى في خطوط عريضه. بالزبط. لكن الباقي بيبقى لخيال الممثل، لان احنا لو قعدنا نكتب في المايم لا انا فاهم. لا انا مش هتكتب هحرك الايد الشمال ولا انا بس لك. لكن الجزء مثلا لو انا بنتكلم على ان احنا بنتقابل وهيبقى اللي هنعبر عنه مثلا ان احنا رايحين السينما مثلا يعني، وبعد كده تبقى تعمل ده يعني، متهيألي انا طبعا مش عارف. بس ما كان كوميديا جدا في السكريبت الاخير، احنا اخر عرض عملناه اسمه فرانك نشتاينايا بين قوسين الحب مش بالعافيه. تمام. فالاسم صعب. اللي هو المفروض ان احنا حتى السكريبت اللي هو براقبك، بعد كده بفتح مخك، بعد كده بطلع من جوه. بالظبط ده اللي انا اقصده. لكن انت هتعمله ازاي؟ ده موضوع بتاعك بقى. ده بعدين. طب شيتوس العرض بيبقى عاده طوله قد ايه؟
10 دقائق 5 دقائق 3 دقائق. العرض بيبقى مفتوح جدا يعني. انت يعني تقدر توصل المسج بتاعتك في قد ايه. تمام. يعني كل ما كان اقصر كل ما كنت اشطر ولا ايه؟ مش شرط. ما انا عشان كده بسالك. لا يعني. ممكن 10 دقائق اكون وصلت المسج بتاعتي، بس الافضل ان هو يكون اكتر من 10 دقائق. يعني انت مثلا اطول عرض عملته مايم كان قد ايه؟ كان حوالي ممكن تلت ساعة. تلت ساعة بالنسبة لي انا. يعني تلت ساعة وعملت عرض مايم. طب هل مش ممكن تعمل العرض مايم زي الباليه مثلا، تبقوا جروب 10-12 وتعملوا مثلا روازة كسرت البندق مثلا، تعملوها مايم بس من غير باليه؟ هل ده وارد بيحصل؟ طبعا هو حصل فعلا. طب ايه زي كان ساعة وربع. ايه بقى اللي هو ايه؟ ما كانش نص. كنا عاملين، لا هو كان حاجه تانية عاملينها اسمها ما كناش واخدين نص بنحاولينه، بس يعني احنا في طول ان احنا نعمل ده حاليا يعني. بس كنا عاملين عرض ساعه وربع. العرض ده كان اسمه 3 عروض وفرقه واحده. وكان بيتكلم في فكره كبيره، وكان جواه شهات كتيره، وكنا حوالي 13 ممثل على المسرح. كويس. وده اللي انا عايز اقوله يعني. يا مريم مثلا بتعملي مثلا زي الملك لير، بتعملي ملك لير مسرح، بتعمليها فيلم، بتعمليها مسلسل، فايه المانع ان اتعمل مايم يعني؟ مش فاهم. لا يعني اقصد هل جربته ده؟ اولا ده هيديكوا يعني من وجهه نظري يعني ان انت بتعملي حاجه عالميه بطريقه توصيل ميديا مختلفه، فده ممكن يعمل عند الناس يعني اكتر من ان حد يطلع يعمل عرض لوحده 5 دقائق، فاهماني؟ فهل ده في ذهنكم مثلا او هتحاولوا تجربوا او حاجه كده؟ او ليه لا؟ ايه رايك في الفكره دي؟ شاطر انا. انت ايه رايك يعني؟ فكره حلوه جدا يعني. ممكن يكون مصطفى عارف عني ده، ان في افكار زي كده حصلت بره. ده حقيقي جدا، افكار زي كده حصلت بره وحولوا عروض مايم يعني. في حتى بره في افلام لرواد المايم. افلام ليهم زي فيلم تشارلي شابلن. لا، في افلام تانية لرواد المايم معموله. تحكي قصه حياتهم وقصه كفاحهم علشان يبقوا رواد مايم في الحياه. فافلام ليهم. فالافلام دي بتحكي قد ايه هم حاولوا نصوص عالميه وافكار عالميه لمايم. هو ده اللي انا بقوله، ده اللي انا متخيل ان ده التطور الطبيعي للي انتم بتعملوه، مش كده؟ هو ده التطور فعلا. بس هي الفكره في حاجه تاني كمان، عشان برضه نقدر نعمل ده 5000 جنيه ما يعملوش حاجه، صح؟ بس عشان نقدر نعمل ده بشكل احترافي كويس. خلاص شوف انا فهمتك ازاي. مش عاوز 5000 جنيه ولا 50000 جنيه. طب وماله؟ ايه المشكله في يعني؟ انا موافقك، بس الطموح ده موجود. موجود طبعا. هو ده اللي مهم، ده اللي مهم يعني. انت عارف ان الفنان الكبير هشام عبد الحميد من فنانين المايم المهمين، استاذ احمد نبيل طبعا من فنانين المايم المهمين، عارف كده ولا ما؟ طبعا. خد بالك، حدش فيكو مثل مع المايم تمثيل العادي اللي هو بالكلام وكده؟ حد فيكو مثل؟ كلنا. انت بتعملي كده ليه؟ انا معرفش. كلنا تقريبا. قول لي مثلت بكذا يعني. انا عارف ان انتوا تقدروا تمثلوا، بس قلت مثلا يعني انا مثلت بكذا، ايه رايك عملت كذا؟ انت بتكلمني مايم برضه. متعودين بقى. قول لي بيعمل لك. طب انا مش عارف ده. متعودين بقى. يعني حد فيكم مثل في مسلسلات، في حاجات احترافيه، في مسرحيات عاديه؟ حد فيكم مثل كده؟ جربت؟ انا اصلا خريج اداب مسرح تمثيل واخراج دفعه 2004. تمام. فمثلت يعني في عروض وكده؟ كل حاجه. جاهز يعني؟ ما عندكش اي مشكله خالص، بس مخلص للمايم. هو مش راي. حاسس بيكم كده؟ انتوا حاسين ان انتوا يعني بتناصروا قضيه حاسين فيها بالاضطهاد، فلازم تدافعوا عنها. وانا معاكم، لان انا شايف ان ده شيء صعب جدا. انتوا مش هتقوموا تعملوا لنا حته مايم كده؟ عايزين حاجه يعني، عايزين اعملوا لنا كده حاجه مايم كده عشان الناس برضو. كان في مايم. انا على فكره بحب، بالمناسبه انا من الحاجات اللي بتمتعني جدا فانا المايم، وببقى مشدود فيه زي الاطفال بالظبط يعني. انا اعتبروني عيل النهارده. فرجنا. مايم اوعى رجلك ده قدمته 2008. كان في مهرجان جامعه حلوان. تمام. وكان حاجه كده بسيطه. جيبونا خلينا نتفرج يا جماعه. هجيبوا لنا دلوقتي على الشاشه. ايوه.
هايل والله بجد هايل. وبعدين انا يعني عايز اقول للناس الاداء الحركي ده محتاج لياقة عالية جدا. يعني انا يعني طبعا انا عارف ده، بس هو باين هنا. هل انتوا بتعملوا تمارين رياضية ليها علاقة بحركة بتناسق الجسم، علاقة باللياقة بدنية، حاجة كده؟ لان انا لاحظت بسم الله ما شاء الله انت لياقتك عالية. يعني هل ده جزء مهم؟ لان انت بتعبر بجسمك بس، فده لازم يبقى طيع وريلاكس وكده. ده الاهم، ده الاهم فعليا. ممكن اعتقد ان معظمنا بنتعلم رقص او بنمارس تمارين رياضيه بشكل مهم جدا علشان خاطر زي انتوا لعيبه كوره، انا عارفكم شيء حسن. لكن انت يا مريم بتعملي تمارين رياضيه طول الوقت؟ انا بعملها لان انا اصلا بلعب باليه، فيعني اوريدي انا عندي التمارين واللياقه دي. يعني انا لما قلت في الاول ان الباليه جزء منه هو عباره عن مايم، ده كان كلام مظبوط مش كده؟ مكسوفة من هنا تقول ايه؟ انت واضح ان انتوا ما بتتكلموش خالص في العروض، فمش عايزين تتكلموا دلوقتي. يعني صح كده؟ صح. انت بتعملي تمارين رياضيه علشان لياقتك في الباليه عموما. وانت يا مصطفى شكلك تلعب رياضه، شكلك بتلعب كوره. لا خالص رياضه، عشان بس موضوع الباليه. في حد اسمه مارسيل مارسو، مارسيل مارسو ده من يعني هو اللي حط على كتفه كده المايم كلاسيكي في العالم كله، ده فرنساوي، ده اساسه اصلا لا كان راقص باليه يعني هو وكان راقص باليه مهم جدا، وطور من الموضوع وبقى لاعب مايم. يعني التطور الطبيعي للاعب الباليه انه يبقى مايم. الباليه بيساعد بالمزيكا، بالديكورات، بالحاجات اللي زي دي، لكن المايم التطور ان انت حتى بتشيل الحاجات دي كلها وتعبر بس بالحركات، صح؟ يعني بس يعني ده كان شويه زمان في المايم اللي هو الكلاسيكي شويه، لان دلوقتي مدارس المايم اختلفت بقت كثيره جدا. بقى كل مؤدي ليه مدرسه بتاعته لوحده. بره وهنا والله عندنا ناس اكتر من حد بيعمل كل يعني كل اكتر من حد بيعمل مدرسه. يعني ايه مدرسه مايم؟ يعني في حد احكي لي كده. يعني مثلا احنا ايه الفرق بينك وبينه مثلا في الاداء؟ هل في فرق؟ ممكن يبقى في فرق. ده مارسيل مارسو هو جايبينه. ده حد مشهور على فكره، انا اول مره اعرف الاسم، بس انا عارف مارسيل مارسو. انا مش رابط الاسم بالشكل، بس انت اضفت لي معلومه دلوقتي. يعني ايه الفرق بينك يا مصطفى وبين احمد وبين تشيتو؟ سال كل واحد فيكم له طريقه في التعبير تختلف عن الثاني. لان المايم في اساسه خيال. تمام. كل واحد بينفذ خياله بالشكل اللي هو شايفه. طب هل مفيش منهج في المدارس بره او في المعاهد اللي بتعلم المايم منهج تعليمي تمشي عليه زي التمثيل؟ يعني كل واحد بيأدي كموهبه، بس في ستانسلافسكي ده مثلا فن اداء الممثل، ده كتاب مشهور راجل روسي عامله. فهل ده موجود بره كتب بتتعلموا منها وتقروا منها، ولا كل واحد وموهبته العفويه؟ لا لا لا، اكيد في كتب، وفي كتب مترجمه هنا في مصر كمان، كان مترجمها دكتور سامي صلاح الله يرحمه. كتب عن المايم، في مقالات مهمه كمان عن المايم. واغلب اصلا اللي انا عاوز اقوله ان في اوروبا في يعني يمكن اغلب مدارس التمثيل هناك مايم. يعني احنا هنا عندنا اكاديميه الفنون بس تمثيل، مفيش. وعلى فكره هم بس الناس لازم تبقى فاهمه ان كل ما كانت الصوره تعبر اكتر من الحوار حتى في السينما، فهي دي السينما الارقى، وبالتالي فالمايم يعتبر فن ارقى من انك تعبر بالكلام. ده العموم. انا اعتقد ذلك. يعني انا عن نفسي انا كنت من زمان شايف ان فكره ان انا ممكن بعناية اقول حاجات كثيره جدا عن ان انا اقول مونولوج كبير قوي. طبعا زي كده. بس فنرجع تاني لفكره المدارس المختلفه. ممكن مثلا احمد حسن دلوقتي عمل مدرسه البانتومايم اللي هي التجسيد الايحائي، ان انا بجسد شيء، ان انا ماسك كوبايه وبشرب ومش عارف ايه. لا، ده انا ممكن اعمل حاجه ثانيه دلوقتي، ان انا مثلا بشرب كوبايه المايه دي في اكسسوار في ايدي وبعمل كده اهو. فالكوبايه لزت في بقي، فده اتعامل مع اكسسوار. بقى الكوبايه دي ممثل بانتومايم جوه العرض. ده حلو قوي، بقى بطل معايا في العرض. في بقى في عروض بتتعمل بالشكل ده. ده حلو قوي. انا مثلا بحب المدرسه دي جدا. في حد تاني يحب جدا مدرسه الكلاون. يعني اعتقد انت عندك كلاون حاجه على كده. فاهمين يعني. يا عم ايه كلاون ولا ايه؟ انت بانتومايم. حتى كلاون بقى. قلنا كده حتى كلاون. انا ممكن اعمل حاجه لشخص امريكي تقريبا اسمه ميتشل. شخص امريكي اسمه ميتشل. اتفضل. تمام. ماتشيكو مش ماتي بالظبط. انا مع ناس مثقفه.
طب انا عايز اقترح عليكم اقتراح، ليه ما بتلموش نفسكم وتعملوا فرقه كبيره جدا وتعملوا عروض؟ يعني ليه 2 3 5 15؟ يعني ليه ما تعملوش فرقه كبيره والدوله تقف جنبكم وتديكم فلوس بجد وتعملوا عرض زي ما احنا بنقول كينج لير؟ يعني ليه ما بتحاولوش تعملوا ده؟ هل ما حاولتوش تعملوه؟ لا حضرتك هتسال الدوله. لا انا بسال. لا لا لو انتوا حاولتوا تعملوا فرقه كجروب، احنا بنحاول نجمع نفسنا بقدر الامكان. يعني عندي فرقه من 15 واحد وبيحاولوا يلعبوا ماي مش عارف ايه، بحاول اجمعهم ونعمل ورش. طب احنا بنوجه بقى نداء للدكتور جابر عصفور، هو يعني مثقف كبير ودايما بيبقى على اتصال بينا. يعني هؤلاء مواهب موجوده وفن المايم حضرتك عارف اكتر مني كمثقف ان ده شيء متطور ومحترم جدا في العالم كله، واحنا طالما ما عندناش اصلا فرقه ايه المانع ان يبقى عندنا فرقه كبيره تمثل مصر بره وجوه وتبقى حاجه نواه لفن يفضل مستمر بعد كده؟ انتوا رايكم في الفكره دي؟ يا رب مش كده. انا كتير قوي بنجي على الفكره دي. لا لا ان شاء الله احنا يعني احنا معاكم هنا ومصرين عليها من احترامنا ليك واحترامنا للفن ده. تاكد ان احنا هنفضل مش هنسيب هذه الفكره وهنفضل لغايه ما يبقى عندنا فرقه مصريه لفن الماي. يا ريت يا ريت ده. مريم نورتينا جدا وان شاء الله يعني انت لسه صغيره فقدامك يعني وقت طويل تبقي فنانه ماي عظيمه بره وجوه. مصطفى نورتينا ان شاء الله. و شيتوس الجميل مرسي على العرض الرائع اللي قدمته. احمد حسن نورتنا. فن جميل ورائع وراقي والناس بتحبه في الشارع زي ما بيقولوا. وعلى الدولة ان تهتم كثيرا ولا تهمش اشياء وتهتم باشياء اخرى اقل اهمية. فاصل ونرجع لكم مع فنان ستار اكاديمي الاردني مصعب الخطيب. استنى وما تستناناش، انت حر.